السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، مرحبا بكم طبيعة الحال على الصفحة الرسمية ديال الفيسبوك ديال لا بلوس. سعيدة جدا بكم، مرحبا بكم. وتستمر الحياة فعلا، حنايا كندوزو من واحد الفترة اللي هي استثنائية واللي هي بطبيعة الحال مطلوب منا أننا نبقاو في جورنا، جالسين في جورنا باش نحميو نفوسنا ونحميو الناس اللي عزاز علينا. نتمنوا ربي أنه يدوز على خير، والله يشافي جميع المصابين، والله يرحم جميع الموتى، وربي معنا ان شاء الله باذن الله باش نحصروا هذا المرض هذا. ولكن وحنا في هذه المرحله خاصنا نعيشوها بتفاؤل، لان كنعرفوا جميع بلي التفاؤل راه كيرفع من مستوى المناعه ديالنا. الوغ عندنا الوقت بزاف، شوف شنو غادي نديروا، شنو هو الحل. كنفكروا اليوم انايا كنقترح عليكم من خلال وتستمر الحياه نسولوا الكوتش ديالنا مهدي الشرقي، واللي هو كوتش بيرسونيل بطبيعة الحال، غيتكلمنا شي شويه على لو سبور. بزاف منا ما كيبغيش يدير سبور، كيعجز على السبور، تلقاو الصبه دابا خلاص عندنا الوقت، ولكن غنقولوا ما عندناش الماتيريال، ما عندناش كيفاش نديرو. الوغ سي مهدي اليوم غيعطينا دي زاستوس اللي نقدروا اننا نديروا بها سبور في وسط الدار، خاصه وانه دابا ملي جالسين كناكلوا كنعسوا كنتحركوا قليل، شي حاجه اللي ما زويناش بالنسبه للصحه ديالنا. الوغ غنمشي دابا تو دو سويت عند الكوتش مهدي ونسولوه. كوتش مهدي شنو بان ليك؟ حنا دابا اون كونفينمون، ولكن كيف ما قلنا خاصنا نعيشوه بتفاؤل. اشنو خاصنا نديرو؟ كناكلوا، غيرنا العادات ديالنا، غيرنا الوقت ديال الماكله ديالنا، مي اون ميم طون كاين مشكل ديال اننا ما كنتحركوش. شنو رايك كوتش مهدي؟ اكيد اكيد ان تغيرت بزاف ديال الحوايج في العادات ديالنا اليوميه، من ناحيه الرياضه، لا من ناحيه الاكل، لا من ناحيه النوم، لا من ناحيه الحركيه اليوميه ديالنا. وحنايا من المنظور ديالي انا ايجابيه. علاش ايجابيه؟ من ناحيه الاكل، يعني غادي ناكلوا الماكله ديال الدار اللي هي نقيه وكتكون ما فيهاش الدهون المضره. من ناحيه ديال الراحه، يولي داك لو ستريس ديال لا جورني ديال الطريق ديال ستاسيونمون ديال كتشوف هذا كتعرف هذا كنقص بزاف، يعني من هذه الناحيه كلشي ايجابي. من ناحيه الرياضه، الناس اللي ما مولفيش ديال الرياضه في العاده ديالو اليوميه على مدار العام ودابا في الدار، يعني خاصو اوموا يتحرك واحد شويه باش الدم ديالو يدور عند يدور في الجسم ديالو ويحس براسو راه هو اكتيف. وكيف ما كنقول لك تحط تاسك اكتيف اوتوماتيكمون كيكون عقلك مرتاح. دونك حاولوا في هذه المرحله هذه نقادوا ماكلتنا نخليوها كيف ما هي من الناحيه العائليه، ونديروا الرياضه ديالنا اللي غادي تكون سهله ما فيهاش بزاف ديال الماتريال، ما فيهاش بزاف ديال ليكيبمون. اللي نحاول نخدم في الدار عندي الماتريال اللي عندي في الدار، اولا بالاحرى ما كاينش ماتريال ممكن دير الحركات اللي هما ما كيحتاجوش الماتريال تخدم بهم غير في الدار. يعني ما عمرنا غادي نوقفوا، وان شاء الله غادي نوريو بعض الحركات اللي هما كيحتاجوا الماتريال اللي عندنا ديسبونيبل في الدار، اولا الحركات اللي بلا ماتريال عندنا في الدار، وان شاء الله نتجاوزوا المرحله بخير وسلامه. ايفيكتيفمون كوتش، هادشي كلشي اللي قلتي عندك فيه الحق. خاصنا بطبيعه الحال نهتموا بالصحه ديالنا ونهتموا براسنا، واكيد انا غادي نزيد نقول واحد المساله اخرى، هو انه اي حنا دابا في واحد الظرفيه استثنائيه، شويه النفسيه ديالنا مقلقه مضطربه ماشي هذيك، مي خاصنا نستغلوا هذا الوقت وما نضيعوه. طبعا الحل للاسف حنا تنعكزوا بزاف 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 باش نديروا سبور، وهي شي حاجه اللي اساسيه وخاصها تكون عندنا بطبيعه الحال في حياتنا اليوميه. في نظرك دابا حنا في الدار، سواء نساء ولا رجال، شباب ولا اطفال، كيفاش نقدروا نحفزوا بعضياتنا على اننا نتحركوا شي شويه؟ خلاص السيدات دابا كتقول كنتحرك في الشقه، كندير كنشطب نجفف الى غير ذلك، دابا خلاص تخمد العواشر الوغ كندير ليفور. حنا بغيناك تقول لينا كيفاش نقدروا نخلقوا واحد الجو ديال السبور وحنا كنضحكوا مع وليداتنا، ناشطين مع وليداتنا بطبيعه الحال وحنا حامين نفوسنا. لانه فوالا الحياه تستمر، ما خصناش نضيعوا الوقت غير هكذاك. إيه حنا في واحد المرحله اللي هي استثنائيه، مي اون ميم طون راه الحياه مكمله، كنعيشوا نهار بنهارو، خصنا نستغلوا الوقت. معايا ولا ماشي معايا في هادشي اللي كنقول؟ اكيد ان بزاف ديال النساء كيقولوا ان الشقه في الدار والطياب والتخمال وزيد وزيد راه هي رياضه، هي الحركه ماشي رياضه، هي حركه مزيانه باش الناس ما يبقاوش معكازين. اما الرياضه اللي كنقول الرياضه كنقول انك خاصنا نديروا بعض الحركات اللي هما كيسيب ليه واحد العضله معينه وكيخدموا المفاصل ديالنا معينين. يعني ما خاصنيش نحس براسي غير كندير شي عشوائي،
ولكن كيخصني بعض الحركات اللي كنخدم واحد العضله اللي هي مهمه عندي، اللي هي كتخليني مثلا واقفه على رجليا مزيان، كتخليني خدام ايديا مزيان، نخدم على البطن ديالي، نخدم على اسفل الجسم. يعني بزاف الحوايج اللي كيخصنا نخدموا بهم لو كور ديالنا بطريقه سهله ان شاء الله غنوريهم في هذه الحلقات هذه، اللي هي كيخصها شويه الوناسه. اللي كنقول الوناسه كيخص كما كنقول من قبل ان الناس كيبغيو يمشيو للصال باش يلقاو الناس الجوقة ويلقاو موسيقى مجهده وكيلقاو واحد لومبيونس ديال الخدمه. هذيك لومبيونس غنهزو نحطو في الدار، غنعاود ندير الموسيقى ديالي اللي كنبغيها انا وكيبغيها الدار عندي، نزيد شويه في الفوليم، عندي تحديات مع الناس اللي هما والديا خوتي ولا 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 مع راسي انا، فهمتيني؟ نقدر نصور فيديو درت لي واحد الحركه خصني غدا ندير حسن منها، اولا اليوم درت واحد العدد في واحد الحركه خصني ندير غدا على الطالع شويه. بهذه الطريقه هذه اللي غادي نحس براسي انني غادي في واحد التشالنج، غادي في واحد التحدي، اللي اليوم بديت الكونفينمون بهذه الطريقه غادي نسالي الكونفينمون بواحد لو بوا اللي هو غادي يكون اقل من البوليفيتمي الكونفينمون. دونك ان شاء الله غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب ونوريو بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا ينفعونا في هذه المرحله هذه اللي هي مرحله استثنائيه. وخلينا نجي ايجابيين وان شاء الله ما حتى شي حاجه ما غادي تكون نيجاتيف عندنا في حياتنا. ما حدنا كنشدوا راسنا من ناحيه الاكل المتوازن، من ناحيه الرياضه، من ناحيه الوقايه، من ناحيه ديال التجمع مع العائله ديالنا اللي كنشوفوهم على مدار شي ساعه، يعني غيكون كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. الوغ كوتش قول لي بيتيتر كو هذه الفرصه هذه نقدروا اننا نربطوا فيها علاقه جديده مع السبور اللي تستمر ان شاء الله من بعد الكونفينمون. كيفاش نقدروا نديروا كخطوات اولى؟ يعني حنا نستغلوا هذه الوقيته هذه في انه الدات ديالنا تعود على الحركه وتعود على لي موفمون دو سبور، وشنو هما ربما يعني المواد اللي يقدروا يعاونونا في الدار اللي نقدروا نترينيو بهم؟ دابا الناس اللي ما عندهمش مثلا الماتيريال، ما عندهمش يعني ما عندهمش شي بيسيكلات ولا طابي رولونت في الدار ولا شي حاجه بحال هكذا، كيفاش نقدروا اننا نخلقوا من داكشي اللي عندنا في الدار بعد الالات اللي تعاوننا، اولا نخلقوا داك الجو؟ لانه كيف مثلا عرفوا جميع فاش كنمشيو للسال دو سبور كيف ما سبق وقلتي كنبغيو نديستريسا وكنطلقوا موسيقى مجهده، كنحاولوا اننا نتحركوا، كاين الماتيريال معاونا، كاين بزاف الحوايج معاونينا في الدار. بون يمكن تكون الموسيقى كاينه، يمكن نخلقوا هذا الجو هذا الامبيونس في الدار، ولكن شنو نقدروا نعاونوا بعضياتنا به كامكانيات من الدار باش نديروا دي موفمون اللي هما صحاح؟ لانه في بزاف ديال المرات كنقدروا نرتكبوا بعض الاخطاء في السبور ديالنا. اكيد ان عندنا في الدار بزاف د الحوايج نقدروا نخدموا بهم الفونسيون ميسكولار، يعني اي حاجه بنخدم بها خاصني غير نعرف انها نقدر نشدها بيديا وكنتحكم في المسك ديالها باش نزير العضله ديالي ونخدم الحركه عاديه. وكاين الناحيه الثانيه اللي نقدر نخدم بها الكارديو، كاين جوج حوايج، الحاجه الاولى اللي كاينين هما الحركات ديال الكارديو، وكاين الحاجه الثانيه اللي نقدر ندير بها الكارديو حتى هي اللي هما الدروج ديال الدار عندنا. دونك ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا لا فيديو الحركه بجوج، الحركه اللي نقدر نديرها وانا واقف بلاصتي اللي هي كارديو، والحركه الثانيه اللي هي كارديو هي الدروج حتى هي نشوفوها ان شاء الله في هذا لا فيديو. وكيف ما عارفين في الدار عندنا قرعيه الماء، عندنا العصا ديال الشطابه، عندنا فوطات، عندنا الساكادو نقدروا نديروا به شي حاجه ثقيله نخدموا بها، عندنا بزاف ديال الحوايج نخدموا بهم ان شاء الله. هذاك الشيء اللي عندنا في الدار نقدروا نخدموا به، وانا نشوفوا بعض الامثله اللي نقدروا نخدموا بهم عضله بشي حاجه عندي في الدار. الناس اللي كيبغيو يديروا الكارديو قبل لونطريمون ولا مور لونطريمون كنقترح عليكم، ما حدنا حنا في الحاجه الصحيه في الدار، نستعملوا الكارديو ديالنا في الدروج، نشدوا واحد الايطاج ونطلعوا نديروا فيه واحد 10 ديال الالي روتور، وفي كل حصه نديروها ونحس براسنا درنا الكارديو ديالنا، وان شاء الله يسير هذا الشيء بخير وعلى خير. قبل اي حصه رياضيه ضروري التسخين هذه اللي تشوفوا باش ندوروا الدم في الكور ديالنا، وملي تكونوا خدامين ديروا شي حركه ما نتوعدوش. فالحركات اللي غنخدموا اليوم ديال لي شوفمون غادي نحتاج العصا ديال الشطابه، وغنمشيو ايطاب باغ ايطاب، غندير واحد دو ولا تخوا موفمون ديال التسخينات وغادي نمشيو موراها ان شاء الله للحركات ديال الانفورسون ميسكولار. اول حركه غادي نبداو بها هي غنشدو العصا ديال الشطابه ديالنا نحطوها قدام ديالنا ونحطو عليها يدينا بجوج، وجنينا كيتكارطاو بلايصهم هنايا وحده وحده، نحسب على 20 نقطه ونوقف عاوتاني.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 هاد الحركه غادي نديرو بهاد الخطرات 20 فوا 3 وغنديرو الحركه الثانيه دابا اللي غنشدو العصا ديالنا غنحيكاطيو هنايا يدينا ونيفو دي زيبول ونخرجهم شويه على لوكور ديالنا باش دينا مجموعين ونحاول نحل رجليا وإيديا في السماء خطرة واحدة هنا واحد جوج ثلاثة هاد الحركة غادي نديروها 15 خطرة حتى هي لا ميم شونس فوا 3 نحط إيديا دابا ونوقف هنا نورمال على بلاصتي ونطلع الفوق ونهبط نطلع ونهبط نطلع ونهبط 3 اي كانز لا ميم شوز حتى الحركه غنديروها فوا 3 وغنديرو فيها 15 نقطه باش لي زارتيكولاسيون ديال لي زيبول يخدمو دابا غادي نديرو سكوات غنحطو العصا فوق كتافنا وغنيكاطيو شويه رجلينا هنايا من اللور ديال راسنا وغنهبط سكوات نورمال ونطلع حتى هي لا ميم شوز 15 بوان فوا 3 غادي نخدمو لي فون ديالنا على التيريور ديال السكوات لا ميم شوز نخلي العصا ديالي ورا ظهري وانا نشوف الحركه نوقف رجليا عادي هنايا ملاصقين بعضياتهم كنصافر ديما اليمين لقدام حتى كنحطها وكنزل لتحت وكنطلع وكنرجع اخرى ما نزلبش باش ما نتوعش نوقف ونهبط ونطلع عاد نرجع هنا نهبط ونطلع ونرجع نحسب 15 نقطة في رجليا بجوج حتى هي لا ميم شوز 3 سيري ديال 15 ونرتاح في هاد الحركة كنخدم لي مولي ديالي كنطلع الطالون وكنوقف اصبعي وكنعاود ننزل هاد الحركات كاملين درنا بالعصا ظهرنا على ورد السكوات ممكن نخدمو السكوات ونخدمو لي مولي ونخدمو لي فونت بالعصا بلا حتى شي حاجه نوقف عادي يديا هنا قدامي في كروازي باش نهز الكتاف ديالي ونبقى بيك واقف وكنزل وكنطلع حتى هي لا ميم شوز كيف ما لا سيري اللي غادي دير بالعصا ديرها بالعصا كيف ما شفتو في اول حصه درنا التسخينات ديال لوكور كامل ديال الجسم كامل دابا فيما بغي ندخل شي رونفورسمون مسكولار اوتوماتيكمون كيخصني ندير التسخينات ديال داك المسكولار نخدمو فيه بما ان غادي نبداو بلي زيبول نبداو بتسخين لي زيبول من الاولين ونمشيو ايطاب باغ ايطاب وندخل في رونفورسمون ديال اول حاجه نخدم فيها هما ايديا فور دي فليشي اون اريير فير ان بيت سيركوي باش المفاصل ديالنا يتشوفوا وعفاصو انهم غادي يدخلوا في واحد رونفورسمون لا ميم شونس اكس اونتر سونس ودابا غادي نخدموا لي ميسكول ديال بيكتورو و لي زيبول و بيسبس تريسبس باش نخدموهم نخدموهم جوج قراعي ديال الماء و فوطا دابا غادي نبداو شوية ديال القدام ديال لي زيبول القراعي يكونوا قدامي وكيطلعوا اونفاس معايا ماشي الفوق وماشي لتحت بزاف ملي نطلع يكونوا قدام لي زيبول ديالي ونعاود نهبط هادي غندير فيها 3 سيري كل سيري غندير فيه 12 نقطة على حسب الماء اللي هز واش هز ديال الاترو ولا نص اترو قد ما كان البوا خفيف شوية نزيد النقاط دابا غادي نخدمو شوية ديال لي زيبول لي جناب ديالنا لا ميم شوز هي بالقرعة ديالنا نحطهم في الجناب ديالي لا طاي ونطلع هنا لاتيرال ونبقى وحدة الكتاف ديالي غنحطو حدي هنا ماشي هنايا وماشي لتحت هنا ملي كيطلعو الجنب كيطلعو هنايا عند لي زيبول ديالي تا هي لا ميم شوز فيها 3 سيري ديالها كل سيري تكون فيه 12 نقطة وعلى حساب البوا ديالي غادي نخدم اللور ديال الكتاف ديالي ديما قراعي عندي في يديا وكنوقف اون فاس وكنزل غير بكتافي شويه لتحت وكنطلع بليكود ديالي في الجنب ديالي لاتيرال راه حطو هنايا كطلع يدي هنا وكتهبط الحركه الجايه اللي غتكون حتى هي ديال لي زيبول وغادي نسيب لي فيها لي زيبول قدام واللور ديالي ولكن بالفوطا الطريقه ديال الاستعمال ديال الفوطا هو نشدها لواحد لابارتي من هنايا ويكون ديما يكون قد قد غير هاد لابارتي غتبقى من الفوق شيطه خاصها تكون من انتي لا ايديا غتزير بزاف لاحظوا كيفاش تكون
قايم هنايا عاديه هنا مزيره كنطلع يدي فوق ظهري يبقى ديما مزيره بحال هاد اليد كتجر على اليمين وهاد اليد كتجر على اليسار بحال غنقطع الفوطه وكنهبط بشويه عليا وكنطلع شويه عليا وكنطلع ديما ورا راسي نفس الحركه غتكون حتى هي في 3 سيري ديالها كل سيري غتكون فيها 12 اعاده ومني غنسالي من الدور ديال راسي كنجيب قدامي وكندفع كيف ما شفتوا البروغرام ديال لي زيبول و البيكتورو دابا غادي نمشيو نخدموا شويه البيسبس و التريسبس طبيعه الحال ديال قرايه الماء غنوقف عادي هنايا اليديا تكون هنا الجنب ماشي داخله بزاف ماشي ايكارتي بزاف هنايا و بور ديال لاطاي ديالي وكيطلع هنا وكنهبط هنا وكنهبط ديما كنقول نزير لي زاردو بار ديفو في اي اكزرسيس نزير لي زاردو و يديا مزيرين على قرايه الماء باش ديما الفومبرا هي اللي كتزير البيسبس و كتيريها مزيان هاي الشوز اللي نخدم فيها على حساب البوا اللي هاز واش هاز قرايه الماء صغار اولا متوسطين ولا كبار اللي غنخدم النقاط ديالي ما بين 8 و 15 حتى هي راني مشوز 3 ديال الحصص دابا هادي ديال البيسبس ملي غادي نمشيو لكزرسيس ديال التريسبس لا ميم شوز يدي هنايا جنب نحاول نهبط ظهري شويه نطلع ليكود هنايا وقرايه الماء كيمشي ورا ظهري وكيجيو هنا وكنجري حتى هي نفس القضيه اللي غادي تكون فيها 3 سيري كل سيري غيكون ما بين 8 و 15 نقطه هادو غير حركات اللي هما عاديين وسهلين كيف ما شفتوا ان ساينا البروغرام ديال لي زيبول دابا غادي نخدموا بيكتورو غنعسو في الارض نجيبو شي طابيه ونتكعد ظهرنا ونخدموا بجوج قراعي ديال الماء نشوفوا الحركات ديما نحط ظهري في الارض مزيان رجليا فليشي يديا قدام عينيا وكنزل بليكود ديالي وكنطلع كنزل بليكود ديالي وكنطلع هادي لوبسيون فاسيل اما الى بغيت نزيد شويه عاوتاني الخدمه ونحس بها شويه 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 فوق كنحط رجليا كنهز لي فاس ديالي الفوق وكنخدم عادي وكعاود نطلع منها كنسيغي لي زابدو منها كنسيغي لي فيسي ديالي وكنقفل رجليا وكنخدم بيكتورو ديالي ماكسيموم دونك حنا ملي كملنا البروغرام ديالنا ديال البيكتورو لي زيبول و بيسبس و تريسبس غنشوفو شي حركات ديال لي زابدو بقاعات الماء دونك غنشدو قرعة واحدة ديال الماء نحطها نشدها بيديا هنايا تجي ورا راسي و تعاود تطلع هنا و تطلع فوق هنايا و رجع هنا 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 طلع و نهبط هاد الحركة غادي نديرها 20 خطرة 3 الحصص وغنشوف اكزيس اخر اللي غنهز رجليا من الارض نفس الطريقة غنشد قرعة الماء هنايا ويديا هنا نحاول نحل رجليا ويديا اللور في خطرة وحدة دونك ملي كنساليو الحركات كاملين الحاجه الوحيده اللي باش نجمعوا بها الخدمه كامله ديال الجسم كامل اللي هي الكيناج الكيناج ساهل بزاف نحط ركابي ديالي في الارض ليكود ديالي هنايا قدام عينيا على صبع رجليا وكنزل شويه لتحت وكندير واحد الكومون قدامي كندير واحد 50 ثانيه اولا دقيقه اولا اقل ماشي مشكل غير المهم عندي هو انها تدار في كل حصه جيسبر بيان هادشي يكون زوين ويعجبكم وان شاء الله مازال نشوفوا واحد حصه اخرى اللي غادي تكون ان شاء الله حتى هي جميله اي حاجه عندنا في الدار نخدموا بها السلام عليكم
الله يعطيك الصحة كوتش مهدي، ميرسي بوكو لالا خطيك، تبارك الله عليك وشكرا جزيلا على كاع هاد المعلومات اللي تقاسمتيها معنا. لالا يخطيك والله يعطيك الصحة. بطبيعة الحال كان معنا اليوم الكوتش مهدي الشرقي وهو كوتش بيرسونيل بطبيعة الحال، اللي عطانا مجموعة من الأفكار، وإن شاء الله أكيد أنه طامعين في لي فيديو الجايين غيعطينا تقنيات أكثر وغيعطينا أفكار أكثر. شكرا جزيلا ليك لالا يخطيك، وشجعنا على لو سبور مني وجبدة. انت تبارك الله عليك يعني مواظب على السبور ديالك وعلى الناس اللي كتكوتشيهم، برافو عليك. نتمنى اننا حنا نتعادوا بهذ العاده الجميله جدا اللي خاصها تكون في عاداتنا، وان شاء الله علاش من بعد الكونفينمون ان شاء الله باذن الله نستمروا فيها بشكل تلقائي. شكرا جزيلا ليك، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله فيديو قريب بطبيعه الحال. شكرا لكم اصدقائي وصديقاتي على حسن الاصغاء والمتابعه، تحيه كبيره لكم، واكيد غنوافيكم دائما فيديوهات جديده اللي بروح التفاؤل واللي اكيد انها غتعاوننا على اننا ندوزوا الوقت بطريقه اجود واسرع وافيد اكيد. تبارك الله عليكم، شكرا لكم، ونختم الحياه تستمر.